فوز مستحق كنت متوقعه وانت بتتفرج على الشوط الاول، فريق متأخر بهدفين، وايه اسباب تأخر النادي الاهلي بهدفين وبعدين العودة مرة تانية في الشوط الثاني والفوز طبعا 3-2؟ يمكن خليني اقول لك كلام. النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطل ونادي بيلعب على بطوله الدوري، لكن انا يمكن انا بتفرج، يمكن اتكلمنا انا وكابتن ابراهيم قبل المباراه قبل البرنامج، قلنا شخصيه البطل بتبان من اول ربع ساعه او من اول 10 دقائق، ان انا بضغط على الفرقه عشان اكسب، وده اللي احنا متعودين على طول عليه في النادي الاهلي. انت بتضغط وبتنزل عشان تجيب الثلاثه بونت، لكن لما تيجي تشوف نتيجه الاخطاء اللي حصلت في الشوط الاولاني كان في حاجات اخطاء كتير جدا، مش عاوز اقول اخطاء عشان الناس ما تزعلش، ان في لعيبه بعيد عن الماتشات او رجليها مش موجوده في الملعب، يمكن علي لطفي، لكن رغم ان هو بعيد جدا او بقى له فتره كبيره بعيد عن الماتشات، لكن ادى بشكل كويس، وده لازم ياخد على اساس لما تحتاجه هتلاقيه بالظبط. يعني انت لو ما زي ما حصل مع محمد الشناوي وقف، فعلي لطفي لما احتاجته فما ينفعش يقعد كتير، لازم ياخد ماتش واثنين وثلاثة على اساس ان هو يبقى عنده ثقة. برضو عندك ياسر ابراهيم بعيد عن الماتشات، يمكن هو نهى الموسم السنة اللي فاتت مباراة نهائي، يمكن نهى الدوري ونهى بطولة افريقيا بشكل كويس، لكن برضو كان بعيد شوية. الحاجة التانية في الجزء الامامي، ان انت عندك حسين الشحات، يمكن ده بعيد عن المستوى بقاله فترة، ما فيش انسجام بينه وبين كهربا ووتر بواليا، ويعني ما فيش انسجام بينهم. حسين الشحات احنا قلنا لازم يلعب، او ممكن يلعب ظهير ايمن، ممكن يؤدي بشكل كبير جدا في الحته ديت. انت عاوز تلعبه، لعبه في الحته اللي هي اليمين وهيأديها بشكل كويس. ما شفناش علي معلول بيشتغل بشكل كويس في الفتره ديت، فانت عندك الراجل لما غير وابتدى يغير التشكيل في الشوط الثاني او غير اللعيبه، ابتدى في ثقه في الاداء في شكل كويس، هو ظهرت اصرار ويمكن اصرار واجابيه النادي الاهلي انه يكسب البطوله. عندك لعيب لما نزل طاهر محمد، طاهر لعيب عنده ثقه ولعيب كويس ولعيب بيهدف. محمد شريف نفس الطريقه، قفشه ليه شخصيه في الملعب وده يمكن عجباني، عنده لعيب عنده اصرار وصاحب قرار في المباراه. واتر باليا يمكن انا قلت كتير جدا صعب انه يجي يلعب بسرعه، لان الاهلي غير، لازم يقعد ويحتاج ويتفرج على النادي الاهلي بشكل كبير جدا على اساس ان هو يعرف اللعيبه وينسجم معاه بشكل كبير. طيب ابراهيم، يعني معنى كلام الكابتن محمود ان التشكيل اللي بدا بيه موسيماني كان في بعض اللعيبه ما كانش من المفترض ان يبدا بيهم، ولا هو ده التشكيل الامثل اللي بدا بيه موسيماني؟ بس هو يعني اول بس كلام على طريقه موسيماني من البدايه، كان على النقطه اللي كنت بتكلم فيها اشراك حسين شحات من البدايه. دي كانت نقطه صعبه شويه، وهي دي اللي اخرت النادي الاهلي في الفوز، لان خلينا نتكلم حسين شحات، انا على المستوى الشخصي وعلى المستوى كلاعب انا من الشخصيات اللي بحبها، بس انت عارف ان انا بحب اتكلم كوره يعني. حسين شحات بقاله فتره بعيد تماما عن الكوره تماما، حتى هو لمصلحته الشخصيه، ويمكن انا نزلت تويتر بالشكل ده، يعني هو المفروض يتكلم ان هو يقعد. ليه يقعد؟ مش ماشي خلاص. طب ما هو ممكن تمشي لما يكون رجلي في الماتشات. بس ما هو قبل الماتش ده تقريبا كان حاطط جون، او الماتش اللي قبليه يعني، لما تاكل الماتشين تقريبا كان حاطط هدف، وكان قبليها كان مباراه الوداد كان برضو حاطط هدف كويس، فالمفروض ان انت خلاص اكتسبت الثقه. بقاله قد ايه انت بتحكم عليه يعني؟ ان بقاله حسين شحات بقاله فتره مش مستوى حسين شحات من بعد العمليه، ومن قبل العمليه على فكره برضو كان عنده بعض الظروف، وبعد كده اتقال ان هو عمل عمليه فاثرت شويه بعدته شويه، فكل دي اكيد بتاثر. بعد عن المباريات في لعيبه اسلام، خد بالك ممكن تبعد عن المباريات او تبعد عن المشاركه فبتاثر عليها، بس بيأدي المطلوب منه. لا ما بس برضو خلينا نتكلم، مش الطموح بتاع النادي الاهلي يعني. حسين شحات من اللعيبه اللي جايه النادي الاهلي اضافه للنادي الاهلي، وخصوصا كمان ان هو كان متالق مع المقصه، وبعد كده تالق مع العين الاماراتي، فالنادي الاهلي وجماهيره معتمدين عليه بشكل كبير جدا، اكيد هو مش بيلعب لوحده. بس الفتره الاخيره مش حسين يعني. حسين انا عايز اقول لك حاجه، وانا بتفرج عليه في المقصه مثلا وبتفرج عليه في العين، كان محمد بركات يعني، حتى كانت الناس كلها بتتكلم عليه ان هو محمد بركات، وفعلا كانت نفس الطريقه بتاعته، بركات بسرعته بحركاته، كان عنده ثقه كبيره جدا، بيسدد بيرقص بيباصي بيعمل سيروهات يعني، عارف كان اضافه لاي فرقه. تواجده في النادي الاهلي اعتقد ان برضه الضجه اللي حصلت عليه اكيد دي اثرت الى حد ما، لان هو عايز ينزل الملعب، عايز يثبت ان هو يستاهل المبلغ ده، فاكيد مع الوقت ومع مع الظروف اللي مر بيها اكيد اثرت عليه، بس مش ده حسين الشحات يعني. مش هطلع نفقه واقول له ان انت كويس يعني، بالعكس انا حسين الشحات من اللعيبه اللي انا بحبها، وزي ما قلت لك انا كنت شايف حسين الشحات هو محمد بركات الثاني،
ففجاه الامور بقت ضده. طبعا كامل احترامي انا وجهه نظري يعني، وحضرتك تتفق او كابتن محمود كمان يتفق مع معايا ولا لا، كامل احترامي لحسين شحات وامكانياته طبعا لعيب مميز وكل حاجه، بس انا يعني وجهه نظري ان بركات ده ظاهره مش هتتكرر اكيد، ومش وما خدش حقه كما ينبغي. بركات من اللعيبه الكبيره ومن الاسماء الكبيره، خصوصا كمان لما حسين الشحات يتشبه بيه فده حاجه كبيره جدا. خصوصا كمان خد بالك حسين فعلا من يعني بيلعب بطريقه بركات. ده حقيقي يعني اضافه هو لاي فرقه، الناس كانت بتشبههم هو اضافه لاي فرقه في الوقت اللي كان اللي هو كان المستوى بتاع حسين الشحات فين، حتى لما زي ما قلت لك لما كان في المقصر ولما راح العين. حتى هو كان عنده بجد، بتكلم بجد، وده أيوة. اللي حاسس ان هو غريب عن النادي الاهلي شويه، حسين شحات كان عنده المرونه اعلى. ما اعرفش من ساعه ما جه الاهلي، مع احترامي، تحس ان هو متخشب، بتكلم بجد، تحس ان هو متكتف، مضغوط، وارد ان الضغط علشان الضغوط الاعلاميه الرقم مش عارف ايه. بس ما تنكرش ان حسين شحات برضه حسم مباريات كتير للاهلي، وكان لدرجه ان هدف من اهدافه على فكره مش بقلل الأطار. منه يا اسلام على فكره، ولا خالص مش بقلل يعني، مش بنكر، انا بتكلم مش مستوى حسين اللي هو زعلان من حاجه يا ابراهيم. لا لا خالص والله، اسمع عشان الناس بس اضحك كده يا ابراهيم، اضحك والله عشان بس احنا نطلع فاصل يا عم، بنشوف ابراهيم سعيد عامل جاي لنا بوش كده.